الموضوع اي ثما يسمى اوميغا سرم رخو قناس 58 59 يسقاس يتوسنن سيسقاس يقبان يوذان يمغان يوذان يغاجا كتاع زي 60 سنة 65 سنة عيشن أحضان الدان من يوقعن ذي عريف ذي 58 59 يوذان من الشين يوغا يخريق نشا ذي 58 نقل إلى خمسينيات يوضان غد رخبا من يوقعن أخمي ثندا أخمي ذي سنعيش أوران الشين طبيعة الحال 58 59 تغذين إجن انتفاضة ريفية مباركة وخا الأهداف النس تغاثنت غير محدودة يعني غير محددة مشى تغاذين إجن الهدف ضام قران إمغاء استاء يعني بحروف من ذهب قناس شفاء زي الحقراء شفاء زي التهميش أين نمقان إعلوي ذو هذا العنوان العريض إيميسين ذوك سقاس 58 دي شهر 10 أكتوبر إلى غاية ما يقارب مارس دي 1959 على حر جاء خمس شهور زد شهور ثكا ثقرولا يريفيين غيرين أول ثقرولا أواني سمى سقوط الجمهورية الريفية الزعامة مع الرئيس مولاي محمد المهم نهان ثلاثة زي وحيد 1959 يقجان ظنهارة يتصادف النهارة يعني قبر إستين إسقوسا الاحتلال أعلوي سالقيادة والنوم يقان السفاح المجرم الحسن الثاني ذيج المجرم لا يقل جرما خل المجرم والحسن الثاني والني أميقان أفقير إتو غيجان ذا الجنرال عسكري إذن التا يعني ذينا إتوغان جان مسؤولين مباشرين خل جرائم إغي توقن 1958 ذو 1959 ماشا منايته غث بمباركة لأن ذي وقت النير توغى عاد إحكم إج المجرم النغنية قانس محمد الخامس إجان بين قوسين ذباباس المجرم النومي قان الحسن الثاني وينا ذي العائلة مارة ذي المجرمين ذي قترن طروان حرام فقط سنن إلا ذنغن يوذان أذا شان يوذان أضغطص بن يوذان أضحقان يوذان أي ابن ذم يعزو الحق الناس أي ابن ذم يعزو تصغط الناس أي ابن ذم يقارس الدولانية اللهم إن هذا منكر نسن المصير الناس رحبس الاختطافات اغتيالات السجون الزنازين إلى آخره إذن ثلاثة تحمل المسؤولية بشكل مباشر هو المجرم محمد الخميس والندي بندي الزيري المجرم الحسن السفاح أي الزع ذا المجرم الأفقير ينا تحمل المسؤولية بشكل مباشر لكن ذي المسؤوليات متفرقة زير مقدم أرى مخزني أرى عسكري إلى غاية أنوض أر فرنسا إكجان ورنتاث تكشع يعني شاش ذي الجرائم إيقا الإجرام العلوي في حق إريفيان لأن فرنسا تغاغا سجن ثيقذي أنه أديكا ثوارجا إريفيان إيقجان ذي الجمهورية الريفية سويني عاون تكشا فوس إي علوي باش أضنغن إريفيان أو من يتجلع أن فرنسا غاس فوس النس ذي من يوقعن ذي عريف 1958 أنه انتف الأغلبية الطيارين ذي المهندسين الحرب تغثن ذي فرانسيسن إذن فرنسا تتحمل مسؤولية إلى جانب إعلويين أضعف فقير ضمارة ويكشين سما وينغين ذي قريفيين ذي الوقت النية الطاس سما طبيعة الحال براء من تو كذلك حسب الاستقلال يتوغى غاس ما يجوفوس ضم قران يجوفوس ذا زراع ذي من يوقعن ذي عريف نخ ما يسمى بالحركة الله وطنية يتوغى تسمى من بين
الاحزاب تغادين الشورى الاستقلال الى اخره، ولكن حزب الاستقلال تعتبر من ابرز الاحزاب يباركن العمليه الاجراميه ضد الريفيين. ومع الاسف نهار انطف الطاس الريفيين اقين الى حدود اللحظه الى حدود سما 8 كيلوم السوارخ عالقين منخرطين لحزب الاستقلال. ومقاخر خو تعتبر زي الاحزاب سما يشاشن ذي غزو يتوجن ذي غريفيين وقارف 1958 ذوارف 1959 برا منتو الحكومة يتوغى يجان ذي تساعة تني يتوغى يجان مع الأسف حكومة يسارية يتوغى يتوعينن يظنت يعني اثنين زي واحد التعين الحكومة يسارية جديدة سما الرئيس الحكومة ذي وقت النير ذا اشتراكي ذا يساري قناس عبد الله إبراهيم يعني زقوذان كذلك بمشاركة النمقان عبد الرحيم بو عبيد إعاد ربعاد اليساريين الريفيين أقت مجد دايس أصمغان دايس رغم أنه ونتومقان عبد الرحيم بو عبيد تعتبر من أكبر المجرمين اقترن يكشين نخيباركن إعالويا أظن غند كريفيين دي 58 59. إذن نسن من يوقع عندي 58 نسن سما الجرائم الفظيعة يرتكب الاحتلال أعلوي بقيادة المجرم الحسن السفاح في حق إريفيين. ودائما نعقب غيجن المرجع إجان إجل جريدة قناة شبيغل ومقان في سيثنيخ المرأة نتاث ذي الوقت اني قرف 1959 ذي شهر واحد الصداع إجن ملف في الجرائم إيقال احتلال نيخ إتق الاحتلال ذي الوقت اني ذي غريفيين ثقاء المجلة إتوغى يتجند العدد 19 يعني توغى حديثة العهد يلا عاد تفرد وصفرد العدد 19 ونهارخ من السوار خل المجلة نيخ الجريدة شبيغل ذي قليمان تعتبر من أبرز سما الجرائد المكتوبة إقامة التصميم وذان وغاسم إجن تأثير وذيس حتى إجن النسبة المصداقية. إذن قاخ باللي جريدة أميقان شبيغل نيخ المجلة أتيني باللي الاحتلال العلوي أذي السهوة كتا زي 20 أرف نرعسكا إمغربيين القيادة والنمقان الحسن أعلوي أسفاح المجرم وثقى كذلك بمشاركة والنمقان أفقير ومشاركة كذلك حتى فرنسا. المهم مران سيورت شويت من يوقعن الطاس نتمسرين تعفنين عاد قينت ذي الذاكرة الجماعية ثارفشت عاد الصراء ناريف تدارن سمى الكوابيس المزعجة عاد توران الجرائم الاحتلال عاد توران غزو يتوقن يوذن مرة غيجا كتاع زي 70 سنة الدان الأحداث اني عيشن تنت زرين تنت ومن يلابد أخذ نسيور شويت. مثلا على سبيل المثال تغذين مراجع مصادر تشير إلى أنه موثن كتاع زي 15,000 إريفيين التريفيين إحنجان تحنجيرين في مغارين ديايزن ذي الصورة يعني ذي الصورة ذي الصورة كتاع زي 15 نارف إريفيين إيموثن ذي الأحداث 58-59 ينغيثن والنمقان الحسن الثاني العلوي المجرم ثانيته فقط ثانيته يعني الجريمة يا 58-59 نزمار يعني أخذ تحكم الدولة أن تويض مرة غير حبس ماشى مع الأسف تعذو 60 سنة ورذيج غريفيين ويخارس أنه أضوضا أضاف عن دعوة لأنه ذين أدلة وذين حتى تصريحات يعني إن ثنت المجرم السفاح الحسن الثاني تعترف زي سنت سير سنس أواني الأحداث 84 ومينا إريفيين الأوباش قد السنمية ذولي العهد حسن ويتسندشا ذي الملك ونتا اعتراف ضمني صريح أنه يقى جرائم تمقرنين في حق إريفيين. تغى إريفيين
كسينتن ذي التيارات نطانطن زوج جنا توغا إريفيين نيخ ثيريفيين تراح مرة ثمطوث ثاري فشت غاس أعديس أطارو يترسد المخزن أعلوي تجن خاس سمات مبسطان خاس إجي قارس قذيس أحنجا ذو عديس ونغني قارس تحنجات إذا يس إكسيد تخدمش يغارس إثمغاث يعني كجرائم ضد الإنسانية كأفضع جرائم توجنت ذي العالم باش تغاصد إثمغاث تيري غاس أحنجا ضم الصيان ذو عديس نقارس مزيغ تسديسف التسد شك أي عالوين المجرمين أي مغربيين أتغاصم إثمغاث ما غابش أتعب حد ربما التورض 10 دوروني 5 دورو مرات في ذنيشان انه التورض فقاد ديس حنجا مرفض دا حنجا كسيد 8 لكن تنقض 2 انوذان وينا نسنيث من عنان وغاصن لا ضمير لا اخلاق لا انسانية ينا ذي المجرمين ذي قترن لكن العيب وجبو ينا العيب ذي قريفيين اكتوارن عاد نيخي اكتوارجن عاد أنه أدياس إجنها أغاسن يري إجن تيوشا أغاسن يري إجن الأمال أغاسن يري إجن ري إيمر أجي علويين ثاني تتوارجا أعجنت رجدود النخ أعجنت الوالد النخ أو عادق أيون قد توارجن أنه أدياس إجنها أذيرين مليح أدعيش مليح إجل الاحتلال علوي المهم اغتصابات بالجملة الطاس الطاس انتمغارين تيريفيين إكتوار تصبن دي المرحلة النية اغتصبن تنت رعسكا محمد الخميس ذميس يعني ميس اللي قلاوي وانو ميقان السفاح المجرم الحسن يعني ويستنين او تغذين الطاس 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 الجرائم النغنية اختطافات اغتيالات يوذان يسنتن غار حبوسات غنهارة ويسن حدماني جان يوذان غاصنا صان يوذان سكان تيمسي دير مشور دي تودرين المهم ركا ادن عوذ خل جرائم يقا وعلى وذي 58 59 ربما اخسخ الطاس من وقت رغم انه المواضيع عمينا اخس لابد خسن السور وخويناخ الطاس من الوقت مغا لان يريفيين ممشقا دائما تتون دغيا يعني تتون دغيا سمحان ديسن العاطفة او تسن منيت تفغند يوذاني قراشقا غانخي جن الرابط تاريخي ايجي علويا عاد ونسين شمان الرابط يخفي السوار ربما ذواذ الرابط اقصد الرابط سمى يذمن ذا القتل ذا التخريب ذا الاجرام وهلم مجارة مهم هذه الوقت النير اي ثماء يسمى قبر من عذو نكمر الموضوع تغذين يجن ملف مطلبي بين قوسين ذايس ربما 18 المطالب ميسين تغون نميقان محمد الخامس من بين المطالب تغذين هو عودة أمغى مولاي محمد كذلك اسم تمتيع أعرف سجن النظام يتحترم ذيس الخصوصيات التاريخية نزمار أنيني يعني بحكم ذاتي أدسن يعني ونيتر المطالب نجدود أدسن ويون قرفين أستاش أذيسين نفس المطالب مرا أعلوي قرف 959 يعرض المطالب أني بالاغتصابات بالاغتيالات ببقر البطون ومش قال وعروف نغار صني ثم غادس قعديس لأن تيري في سير اغتصابات حتى إيار يزن أدس نوية وند ستان ثانية يعني لابد ثوثرا نيغ وعالوي نزرا من دس نيوكشا وعالوي يهوى دستيارات يسي أرفين نوذان إن داريثا ذي الحبوسات أو ذي نيوذان أورن ذي رحبورات ذي ربحورات إشي ذن ربحا ذا يوذان دي أوروبا لاجئين ذا يوذان منفيين عماس أضعوحان مارا منايا باش تتاد يعني ثوثرة غيج المجرم قانس أعلوي إذن الفارق الوحيد إذين جا المطالب 1959 ذا المطالب جان نهارا يعني ميسين في 2016 هو زما خذينيخ أن المطالب 1959 تغاثنت جد متقدمة مقارنة إيق المطالب إيه سيني ريفيين في 2016 إتغي جندي جن كارثة إجن فضيحة بكل المعايير من ننزين هاي مزوارو المطالب النية لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب أي ذوذ نعرف لكن خدني كوريج من يقع أو ننا ذي الوقت أني أنه لا شيء سيتحقق وذو ميتي الشورى ذي جنحش العالويين أذو مكشن عمود ذو قابو ذرح بوساد
وغام كارو اضيف وعلى وين تا اجاب حنزيمانيا اوذمانيا غايكوا بمباركه بمساعده بعض اريفيين ومقاغنش اريفيين بيولوجيين لانه نيغاجا ثشيث ذمي سناريف عماس اذي شاش ديال الجرائم اكتق وعلى وين كونترا ييثمس نيغ كونترا ياريف عموما. اذا نوض سما غوم كارو الموضوع يجان سما موضوع مهم لابد خصها خاصنا السوار باش اثنار ذيادف ذي الذاكره الجماعيه اريفيين باش عماس الثون مادام عماس انتو الجرائم اتف كذلك عماس انتو واذا نخيقين جرائم عماس انتو من يعنى وعلوي عماس انتو من يعنى الاحتلال المغربي الغاشم المجرم. اذا نوض غوم كارو من الموضوع ونتاكد